ندخل بحول الله مباشرة في محاولة مقاربة هذه العبارات التي جعلت عنوانا لهذه الكلمة المتواضعة، كلمات الله في القرآن الكريم. القرآن كما هو واضح ومعلوم لدى جميع المسلمين كلام الله جل وعلا، وكلام الله صفة من صفاته، لأن الكلام أي كلام أو أي كلام صفة للمتكلم ولله المثل الأعلى، فأي منا وكل منا كلامه صفة له، طريقة أدائه، شكل إشاراته، طبقات صوته، قاموسه اللغوي، كل ذلك الكلام يشكل صفة للمتكلم. ولا شك كلام الله جل وعلا كما قاله أهل العلم صفة لله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى متنزه عن صفات النقص سبحانه، بل له الكمال وله الجمال والجلال، ولا تكون الصفة إلا على قدر الموصوف، أي أن هذه الصفة التي هي كلام الله كما هو الله جل وعلا صفة كاملة مطلقة عن الزمان وعن المكان، وكذلك هو القرآن الكريم. إلا أن حديثنا الليلة بحول الله عن شيء خاص في كتاب الله، وهو هذه العبارات التي ترددت في غير ما آية، كلمات الله ولن تجد لكلمات الله تبديلا، كلمات لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله. فهذه العبارات العميقة التي تنطلق من القرآن وتمتد إلى عمق الغيب بلا حد، ولو إنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فهذا عمق لا حد له، هذا المثل القرآني العجيب الذي نأخذ تبسيطه على قدر الطاقة والاستطاعة. لو أن البشرية اجتمعت فجعلت كل أغصان الشجر الذي هو على وجه الأرض أقلاما، برته أقلاما أقلاما، وجعلت تكتب كلمات الله بمدادين هو البحر، وهذا البحر يمده من بعده سبعة أبحر، ومعروف أن عدد السبع والسبعة والسبع والسبعون في العربية إنما يدل في الغالب على الكثرة التي لا حد لها، وليس على العدد من واحد إلى سبعة، لا، وإنما المقصود يعني سبعة أبحر، أي أبحر عديدة لا تنحصر. لو جمعنا هذا كله واشتغلنا بهذا الأمر الذي لا يستطيع الخيال استيعابه ولو بالتصور، ونكتب كلمات الله ما نفدت، أي ما انتهت ولا انقطعت كلمات الله جل وعلا. القرآن الكريم من حيث العبارات محدود، يبدأ بالناس سورة، يبدأ بالفاتحة وينتهي بالناس، عبارات محدودة، والقرآن من كلمات الله. ومع ذلك هذا القرآن ينطبق عليه هذا المعنى، لو جئنا بشجر الأرض جميعا وجعلناه أقلاما بريا لكل أغصانه وكتبنا بمداد البحر الذي لا ينقطع سبعة أبحر ما نفد القرآن الكريم، لأن الكلمات ليست هي العبارات، الكلام أعمق بكثير من اللغة بكثير. ولم يكن عبثا أن النحاة قديما قالوا في قاعدتهم على ما قال ابن مالك رحمه الله: كلامنا لفظ مفيد كالسقي. ففرقوا بين الكلام وبين القول، قالوا: والقول عام، أي القول يعني عام لكل ما يتلفظ به الإنسان، لكن الكلام شيء خاص لابد وأن يكون دالا على فائدة. هذا في الدرس النحوي البسيط، لكنه في المعنى القرآني أعمق من ذلك بكثير. فكلمات الله جل وعلا تتعلق بقضائه وقدره، تتعلق بأفعاله، تتعلق بالأمر الكوني
قدري، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك نجد الكلمات تستعمل في القرآن للدلالة على أفعال الله العظيمة، أفعال الله جل وعلا العظيمة التي لا يستطيع العقل البشري استيعابها إطلاقا. في آية لطيفة من كتاب الله جل وعلا يقول سبحانه: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فالمسيح كلمة الله جل وعلا، فما صار الكلام هنا عبارة عن ألفاظ، بل صار في هذه الآية شخصا وقدرا من قدر الله حققه الله بأمر معجز، إذ لا أبى للمسيح كما نعلم، لا أبى على خلاف عقيدة الآخرين، فهو كلمة الله. فإذا هذا التعبير العجيب سننطلق منه إلى شيء آخر، وذلك حينما عبر سبحانه وتعالى عن ابتلاء إبراهيم عليه السلام، فقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. فابتلاء الله إبراهيم بالكلمات لم يكن مجرد كلام ولا أقوال، ولكنها كانت امتحانات عملية، كان عبارة عن ابتلاء دخل فيه إبراهيم فنجح فأتمه، فقد ابتلاه الله كما تعلمون بالإلقاء في النار. فقال الله جل وعلا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ثبت. ثم ابتلاه الله جل وعلا بالتهجير إلى وبتوطين أهله بواد غير ذي زرع، شيء غريب حقيقة، نحن نقرأه هكذا ونتلوه تلاوة عابرة، لكنه أمر لا يطاق على المستوى النفسي والوجداني، أن تترك زوجة صغيرة السن مع طفل حديث الولادة في خلاء بواد غير ذي زرع تسكنه الضباع والسباع كما كان آنئذ، هذا ابتلاء. وابتلاه الله جل وعلا بالتهجير من وطنه من بلاد الرافدين والشام إلى مصر ثم إلى الحجاز، فجاب أقطارا من الدنيا ابتلاءات وتهجيرا بعد تهجير، وفي كل ذلك يثبت وينجح إبراهيم. فصارت كلمات الله جل وعلا مواقف عملية وليس مجرد كلام وحسب. لذلك إذن استعمل القرآن الكريم هذا التعبير جمع المؤنث السالم، كلمات الله لا تبديل لكلمات الله، ما نفدت كلمات الله، والكلام جمع واحده كلمة كما قال ناظم النحوي، كلمة واحدة أو مفرد كلام أو كلمة، لكن الله جل وعلا إنما استعمل كلمات، لأن جمع المؤنث السالم كجمع المذكر السالم يدل على جمع أشخاص، جمع الأشخاص. ولذلك عادة إذا أرادت العرب في لغتها أن تشرف بعض الأشياء فلا تعبر عنها بتعبير غير العاقل، بل تعبر بالتعبير الذي يدل على جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم أو ما يلحق به، كالعالمون رب العالمين، ويمكن أن تقول عوالم. فكل كلمة في ذاتها كأنها كائن حي من كلام الله، كل كلمة كائن يجعل الله منه حياة، حينما ينطق سبحانه وتعالى ويتكلم بالكلمة بمجرد أن ينطق بها سبحانه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه
ترتد في الواقع أفعالا وخلقا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيصبح كينونة وجودية، أي شيئا موجودا فيكون. ما بين القول أو كلامه جل وعلا والكينونة الخلقية في الأرض ما بين هذا وذاك من زمان، ولا من زمن، ما كاينش افتراء بين أن يقول كن وبين أن يكون ذلك الكائن سبحانه وتعالى. إذن إذ أنزل هذا القرآن، وهذا الذي أريد أن أصل إليه وأفصل فيه بعض التفصيل على قدر الطاقة والاستطاعة، حينما أنزل هذا القرآن فإنما أنزله ليكون حركة فعلية في حياة الناس، ليكون أفعالا لا مجرد أقوال تتلى وحسب، ليكون كما كانت كلمة المسيح، كما كانت كلمات إبراهيم، نتمها عمليا وأفعالا وندخل بوجداننا في ابتلاءاتها. حينما نقرأ قول الله جل وعلا إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. هذه الآية العجيبة التي تقوم بحصر إنما بحصر وظيفة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كان الله جل وعلا يقول له يا محمد عليه الصلاة والسلام سيدنا وحبيبنا لا عمل لك ولا وظيفة لك إلا هذا، فقله للكفار من قبيلة قريش ومن سار على نهجهم، قل إنما أمرت، الأمر الإلهي الكوني التشريعي أيضا، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، توحيد الله والتوجه إليه قصدا، وأمرت أن أكون من المسلمين. فهذا الرب الذي له كل شيء وله كل شيء هو رب العالمين، فأتوجه إليه ضمن المسلمين، التعبير الذي فيه من التواضع العجيب، وأمرت أن أكون من طبعيدية جزء، وهو سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يقول الله له وأمرت أن أكون من المسلمين، لأن الآية في سياق الفناء في جماعة الأمة الكبرى توحيدا للواحد الأحد الفرد الصمد. إذن هذه انتماءات عقدية ووجدانية واجتماعية، عبادة لله وانتماء إلى الأمة العامة والفناء في الجماعة الكبرى التي هي الأمة الإسلامية جمعاء، ثم أعطاه وسيلة عملية وحيدة، ولا أقول واحدة بل وحيدة، قال وأن أتلو القرآن. وسيلتنا الحوارية مع الآخرين، وسيلتنا التربوية مع أنفسنا ومع بيئتنا ومع سائر الناس أجمعين مجرد تلاوة القرآن، وأن أتلو القرآن، ما عندي وسيلة غير ذلك. وكل الوسائل، وأنا أعلم ما أقول بكل تواضع، كل الوسائل بما في ذلك الجهاد في سبيل الله تابع لهذا الأصل الذي هو التلاوة وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. لكن أي تلاوة؟ ها هنا الإشكال. التلاوة التي تتلقى هذا القرآن على أنه كلمات ابتلائية، وكذلك كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان أصحابه وسائر الربانيين عبر التاريخ إلى يومنا هذا، إلى يوم الناس هذا، والخير لا ينقطع من هذه الأمة، الذي يقرأ القرآن يتلونه حق تلاوته، حينما يتلوه على أنه كلمات تتنزل على العبد، كلمات وظائف وجدانية وابتلاءات عملية، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه. إذا حصل للإنسان هذا وارتقى إلى مقام التلاوة، والتلاوة مقام منزلة عالية إيمانية، وليس كل من
يتلو القرآن لفظا يتلوه حقيقة على وزان ما نتحدث به اليوم من هذه الاصطلاحات القرآنية، ما جئنا بشيء خارج القرآن الكريم. حينما يتلو الإنسان القرآن بهذا المنهج الرباني القرآني فإن نفسه تتفاعل مع كلمات الله، ويجد نفسه في علم يترقى، كما في الحديث الصحيح المحفوظ لدى كثير من الناس: اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي. قالها لقارئ القرآن إذا كان يقرأ القرآن بهذا المعنى، يتلونه حق تلاوته، لأنه بكل تلاوة، بل أقول بكل حرف كما في الحديث الصحيح، بكل حرف يرتقي درجة ومنزلة إذا حقق مشهود ذلك الحرف، إذا أحرز مرتبة ذلك الحرف من الحقائق الإيمانية العملية، وصار ذلك الحرف صار له خلقا. هكذا قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيح المشهور من صحيح مسلم: كان خلقه القرآن ما خلقه القرآن. غالبا ما ينصرف الذهن عادة حينما نقرأ مثل هذا الحديث إلى أنه كان يتخلق بأخلاق القرآن، الصفات من الخير وترك الشر وكذا، وهذا صحيح، لكن التعبير الذي في حديث عائشة أعم وأعمق. كان خلقه، وعلماء الأصول الفقهية يتحدثون في هذا حديثا خاصا، أي أنها نكرة أضيفت إلى ضمير فأفادت العموم والاستغراق، أي كان كل خلقه كل القرآن، القرآن كان خلقه، أي كل خلقه كان كل القرآن. ولذلك عبروا من قبل فأحسنوا التعبير، فقالوا عنه عليه الصلاة والسلام: كان قرآنا يمشي بين الناس. إذا كان الله جل وعلا قد ابتلى إبراهيم بكلمات، فإن الله جل وعلا قد ابتلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالقرآن كله. والقرآن هو الكتاب الجامع لكل كلمات الله التي تنزلت على إبراهيم في صحفه، وموسى في صحفه وتوراته، وعيسى في إنجيله، وداود في زبوره، وفاقهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بخواص من الكلمات ما تلقوها قط. وقد أقسم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على بعض صور القرآن وآيه أنه ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، كسورة الفاتحة وكآية الكرسي وكثير من هذا وذاك. اصطبغ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالقرآن فصار له حياة في الأرض، صار له سلوكا، صار له إحساسا ووجدانا وذوقا. ولذلك حينما كان يتلو، ولذلك أعود إلى الآية: وأن أتلو القرآن، كان لا يؤثر على البشر وحسب، بل كان يؤثر على البشر والشجر والحجر، لأن الوجدان الذي كان يتلوه وجدان يحترق يعاني من ابتلاءات القرآن، وليس وجدانا باردا خامدا يقرأ الكلمات كأنها مجرد عبارات. القرآن ليس له عبارات فقط، بل هو كلمات. ولهذا لم يكن عبثا أن أنزل الله جل وعلا القرآن منجما آيات آيات، خمس آيات، وفي بعض الأحيان تتنزل الآية الواحدة ولا يزيدهم شيئا، لأنه جل وعلا يعلم الثقل الذي في كل آية، بل في كل كلمة من آية: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكل آية تقتضي أن يبتلى بها أصحابها الذين تنزلت فيهم قولا وعملا، فيجدون لذلك مشقة حقيقة. ولذلك سمي التشريع تكليفا، لأن فيه كلفة، لأن فيه عملا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا عبر القرآن الكريم بالإنزال والتنزيل والإلقاء للقرآن الكريم، لأن الكلمات إنما تلقى وإنما تتلقى. حينما نتلقى الكلمات فإننا نتأهب للقرآن الكريم على أنه كلام رب العالمين، رب كل شيء، الذي له كل شيء سبحانه جل وعلا. وهذا شيء رهيب وعجيب،
يعني يتخيل الإنسان نفسه ذرة ضئيلة جدا في كوكب هو الأرض، هو نفسه هذا الكوكب ذرة تائهة في ملكوت السماوات والأرض، ذرة تائهة تسير على موازين في ملكوت السماوات والأرض، ويلتفت إليك الرحمن رب العالمين مالك كل شيء خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فيخاطبك أنت أنا وأنت في خاصة نفسك بكلماته، هذا شيء عظيم. ولذلك تلاوة القرآن والصلاة بالقرآن هي في حقيقة الأمر خروج، وسأبسط هذا الكلام على قدر الاستطاعة، خروج من الجزئي البشري إلى الكلي الرباني. بمعنى أننا يعني الإنسان بطبيعته غرق في حياته الاجتماعية، غرق يعني نكون في حياتنا العامة مهما كان مستوانا العلمي والثقافي وكيفما كان اختصاصاتنا، حينما يعني ندخل في المجتمع في الشارع العام يعني رغم عنا نحن بشر نغرق في الحياة الاجتماعية، فيعني يصغر العقل ويضؤول الفكر، صير العقل للإنسان صغير جدا لأنه يتعامل مع الجزئيات مع الأشياء. إذا تسوق سيارتك فأنت في تلك اللحظة مع تلك الآلة مع الناس الذين يمرون خلفك وأمامك يتجاوزونك كذا، هذا يغضبك، هذه الأشياء تجعل الإنسان رغم عنه صغيرا جدا، لكنه حينما يخرج من هذا جميعا ويكبر لله جل وعلا بقراءة الكلمات الحمد لله رب العالمين يرتقي حتى يجاوز مجتمعه الصغير ويجاوز الأرض بعد ذلك ليتصل برب السماوات والأرض، فيشعر آنئذ بعظمة كينونته البشرية، يشعر آنئذ بما أودع الله فيه من كلمات، ويشعر أنه يتلقى القرآن الكريم. ولذلك قال الله جل وعلا لسيدنا محمد وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، هو يتلقى لأنه يعني إنزال لمهام، إنزال لتكاليف، إنزال لكلمات فيها ما فيها من الحقائق الإيمانية والابتلاءات العملية، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه بعد تجربة الخطيئة، شعر بالحاجة الوجدانية والعملية إلى الخروج من أزمته عليه السلام، فألقى الله إليه كلمات فتلقاها آدم. ولذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في منهجه التربوي إذا أراد أن يبلغ حقائق ثقيلة فعادة ما يعبر بالكلمات، في حديث ابن عباس المشهور المتداول يا غلام يا غلي إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وهلم جرى إني معلمك كلمات أي ابتلاءات، ليس من السهل أن تفوز في امتحاناتها، فتعلم حقائقها الآن عسى أن تكون من الناجين من الناجحين. فالكلمات أمور قدرية قضائية ابتلائية، وكذلك القرآن كله. الحديث الآخر أيضا الذي تعلمون إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، فيرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، كلمات عمله، ابتلاء العمل كله، رزقه كل الرزق الذي سيكسبه بعد ذلك، أجله وشقي أو سعيد، حقيقة مقادير البشرية جميعا تكتب آنئذ، فهي كلمات. إذا عرفنا أن القرآن كلمات الله بهذا المعنى وأنه ما من آية آية إلا ونحن مطالبون بتلاوتها حق تلاوتها أي بالدخول في ابتلاءاتها، إذا حمدت الله في قولك الحمد لله رب العالمين فمعناه أنك تعقيد مع ربك الكريم سبحانه عقدة للدخول في ابتلاء الحمد، الحمد وما كل من حمد الله من الحامدين.
حينما تستطيع أن تثبت على القلة من الفقر أو الحاجة أو المرض عافانا الله وإياكم، وحينما تستطيع أن تثبت على الغنى فلا تزيغ ولا تطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ثبت في هذه وتلك، أنت آنئذ حامد حقا. فإذا استطعت أن تنجز استجابة لله صبرا على الحاجة وشكرا على السعة في جميع المعاني فقد حمدت الله جل وعلا. ولذلك نكرر كلمات الله، عسى أن نصل بتدرجنا وارتقائنا عبر ابتلاءاتها ومدارجها إلى منزلتها. فإذا نظرنا إلى الفاتحة وإلى سور القرآن البقرة آل عمران، إنما نمثل بالأشياء التي يعرفها الناس جميعا، إذا نظرنا إلى سورة الفاتحة بهذا المعنى أن كلمة الحمد وسائر الكلمات بعد فيها إنما هي رتبة إيمانية، وأنها كلمة للابتلاء، وجدنا أنفسنا فعلا أننا أمام جبل من المعاني ومن الحقائق الربانية، ورأينا كم هي ثقيلة سورة الفاتحة التي نتلوها صباح مساء في صلاتنا، وكذلك سورة الإخلاص والمعوذتين، كل سور القرآن نمثل بهذه الأشياء المحفوظة للناس جميعا، ابتلاءات أن تصمد إلى الله جل وعلا حينما تلجئك الحاجة وتحيط بك المخاوف، وتستطيع آنئذ أن تكون من الثابتين إذا التجأت إلى مقام الصمدية في سورة الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد، صمدوا إلى الله صمودا أي تلجأ إليه لتحتمي بعظمته، صمدانية. فإذا كنت يعني رغم تلاوتك لسورة الإخلاص تجد اضطرابا نفسيا وتمزقا عصبيا، لا تتلو سورة الإخلاص، ليس تلاوة. وأن أتلو القرآن إذا تلوت حقا فمعنى ذلك أنك تدخل في ابتلاء هذا المعنى العظيم، وتشاهد عظمة الله جل وعلا بوجدانك وقلبك، وتشعر فعلا أنك حينما تتلو القرآن في هذه الصورة وفي غيرها فأنت آنئذ تتخلق بأخلاقها، كان خلقه القرآن، أي تعيش طمأنينة وسكينة إذا تلوت الصمدية أي صورة الإخلاص، لأنك في حمى الصمد، في حمى عظمته. هذه العبارات فعلا تعلمنا كيف نتخذ القرآن قوة لأنفسنا وللحوار مع غيره، بما هو كلمات ظاهرها أنها عبارات وألفاظ لكنها أعمق بذلك، بشرط أن ندخل في ابتلاءاتها نحن. هذا المعنى العظيم فعلا الذي يجعل الكلام ملك السلطات جميعا. يتحدث الناس اليوم عن الإعلام وخطورته وأن فيه ما فيه، لما؟ بشيء واحد، لأنه كلام الذي يستهين بالكلام حقا كان أم باطلا، فهو لا يفقه طبيعة الأمور الوجودية. الكلام من أخطر الأشياء تأثيرا في الحق وتأثيرا في الباطل إن كان باطلا. سحر الزمان القديم وسحر الزمان الجديد إنما هو الكلام، يقلب الحقائق إن شاء ويرفع الحقائق إن شاء. قصة موسى عليه السلام التي تلاها الله علينا في القرآن في غير ما صورة وفي غير ما آية، لم يكن أمرها عبثا، ولكن كان لبيان أن المعجزة التي عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا التي عند سيدنا موسى عليه السلام وحسب، بل التي عندنا عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إنما هي كعصا موسى، تحتاج إلى من يتلقاها وإلى من يلقيها. وأن ألقي عصاك، قالوا يا موسى سحرة فرعون، إما أن تلقي وإما أن نكون أول ما نلقى، قال بل ألقوا، له يقين
كما قال في آية أخرى: كلا إن معي ربي، إن معي ربي سيهدين. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لأنهم يعني حينما ألقوا الحبال والعصي قبل ذلك غطوا تلك العملية بكلام، فكان لذلك الكلام تأثيره السحري. كلام السحر كله في نهاية المطاف كلام، لكن بالمعنى الذي نتحدث عنه. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. والإعلام اليوم فيه حق وفيه سحر، أو قل فيه سحر رباني وفيه سحر شيطان. فإذا أخذت الكتاب بالقوة يا يحيى، خذ الكتاب بالقوة وتلقيت الكلمات، فإنما عليك أن تلقي أنت أيضا بالكلمات بحقها، مفاهيم قرآنية تعيش في الأرض، تشتعل من نار الإيمان التي في وجدانك. فإذا بالحق يدمغ الباطل. مشكلتنا اليوم أننا حقيقة لا نتلو القرآن كما يريد القرآن، وإلا كان القرآن كعصا موسى بالأعظم في سحقه للباطل بمجرد الكلام، لكن بالمعنى الذي نتحدث عنه كلمات. يجب أن نؤمن كما آمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بنفسه نبيا. مشكلتنا أننا لا نؤمن بما عندنا إيمانا حقيقيا، بمعنى أننا لا نؤمن بأنفسنا، نشك في قدراتنا، نشك في طاقاتنا الإقناعية، نشك في طاقاتنا الفكرية والعلمية، فننهزم ابتداء. آمن الرسول هو الأول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، لولا إيمانه بنفسه لم استطع أن يبلغ عن ربه كما يريد ربه كلمات. حينما نتلقى إذن هذه الكلمات ونلقي بها إنما هي آيات، سيكون لها فعل عصا موسى على سائر الكلام. ولذلك كم يخطئ كثيرا أولئك الذين يحاربون بعض وسائل الإعلام اليوم بأساليب بدائية، بكسر جهاز التلفزيون أو إخراجه من البيت أو كذا أو كذا، هذا أسلوب تقليدي ميت. أطل القرآن، ألقي ما في يمينك أنت أيضا، تلك عصيهم فأين عصاك، وأنا ألقي ما في يمينك تلقف ما يفكون، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فخطابنا حينما يمتلك قوته الإيمانية ويؤمن بنفسه سيكون للقرآن في حياتنا وفيما حولنا تأثيره الذي كان لأصحاب رسول الله ولأتباعهم عليه الصلاة والسلام. حينما نتلو الكلمات إذن يصبح القرآن حياة فينا، ونصبح جزءا يعني بالمعنى العام للمجتمع وبالمعنى الفردي لكل إنسان. من ولايته؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي في حقيقة أمره إنما هو شخص تشرب كلمات الله حتى أشربها، وأشرب في قلوبهم العلم، الإشراب أي اصطبغ الوجدان بالشرك عند بني إسرائيل، ويصطبغ الوجدان بالمقابل بالإيمان لدى الإنسان المؤمن، ويصبح هذا العبد جزءا هو بذاته جزءا من كلمات الله. فمن حاربه إنما يحارب آنئذ كلمات الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. في الفرد وفي الأمة جميعا كل في نفسه. ولذلك أمرنا بذكر الله بالقرآن وتلاوته صباح مساء حتى نحمي أنفسنا ونعتصم من وساوس الشيطان، من تأثير السلبي لكل الأشياء التي قد تؤثر سلبا على الفرد وعلى الجماعة. لو كنا فعلا نتعامل مع القرآن هذا المنهج لما ظهرت فينا أمراض نفسية ولا تمزقات عصبية ولا انحلالات اجتماعية، كل هذه الأشياء تذوب في هذا المعنى العظيم
الله جل وعلا حينما جعل من بني إسرائيل في عهدهم الأول صفوة ربانية، لما اتبعوا الذكر واتبعوا موسى عليه السلام وخضعوا للابتلاءات مع موسى، قال الله جل وعلا آنئذ: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تشهدون. تعبير عجيب وعميق. صار بنو إسرائيل في هذه الآية جزءا من قدر الله، صاروا آلة، آلة من الآلات سبحانه وتعالى له المثل الأعلى التي يستعملها الله جل وعلا في محاربة أعدائه. وإذ فرقنا، يعني الأصل في التعبير اللغوي العادي أن يقال وإذ فرقنا لكم البحر، لكم وليس بكم، لأن الله في ظاهر الأمر فرق البحر لبني إسرائيل، لهم من أجلهم، يعني ليمروا ولتتم لهم النجاة وليغرق فرعون. لا، قال وإذ فرقنا بكم، أنتم الآلة، أنتم الحفارة الكاسحة التي بها فرق الله البحر نصفين لما تمثلوا من الكلمات. ما كانوا ليكونوا كذلك لولا أنهم أوذوا في عهد فرعون آنئذ وصبروا على تذبيح أبنائهم واستحياء نسائهم وثبتوا على دينهم وتوحيد نبيهم قبل أن تقع لهم الابتلاءات العجلية فيما بعد، من بعد ما صاروا إلى رخاء من بعد شدة. لما صبروا فرق بهم البحر. همك، أحزانك، مشاكلك أنها كانت إذا تلوت كلمات الله حقا ودخلت في ابتلاءاتها صدقا صرت لله وليا، فيفرق بك بحر الأزمات في نفسك وفي أسرتك وفيما يحيط بك، وتكون إن شاء الله من الفائزين. ما كان لإبراهيم أن يكون أمة ولا أن يكون إماما لولا أنه أتم كلمات الله. كيف أتمها؟ أي نجح في ابتلاءاتها، وليس أن الله كما يفهم بعضهم بدأ له الكلمة فهو يكملها، يعني لا أبدا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، الإتمام إتمام التنفيذ، إتمام العمل، النجاح الكامل 100% في الابتلاء الذي دخل فيه. لذلك إذن ونحن في العشر الأواخر من شهر رمضان، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الأواخر يتحين ليلة القدر لأجل هذا، من أجل الكلمات، من أجل الابتلاءات. ولذلك كان ينقطع انقطاعا كليا عن البيئة في هذه اللحظة بالاعتكاف، ولك أن تعتكف أنت أيضا بمعنى آخر، أن تنقطع عن كل ما حرم الله وعن كل الأشياء التي تشغلك عن مراقبة الله جل وعلا. اعتكاف معنوي أيضا ممكن من أجل أن تصفو لك الكلمات، وسماها الله لهذا السبب ليلة القدر. القدر يعني العظمة، القيمة، وليس من القدر، لا، القدر ليلة العظمة. لما؟ لأن الله أنزل فيها الكلمات. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة كسائر الليالي. لما هذا التعجيب ولما هذا التعظيم؟ ما الفرق بين ليلة أمس واليوم وغدا وبعد غد من ناحية الفلكية الطبيعية؟ لا فرق، ولا بين ليالي رمضان وليالي غير رمضان، لا فرق. لا، الفرق معنوي روحاني عظيم، لأنها ليلة الذكرى، ذكرى تنزيل كلمات الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فجعلها الله ليلة احتفال وليلة تلقي لهذه الكلمات، فجعلها خيرا من 83 سنة، خير من في شهر،
من عمر عريض طويل مبارك يعيشه إنسان مد له في عمره إذا تلقى فيها كلمات من الله جل وعلا ولو بركعتين. ليس الأمر في الإكثار من الصلوات، معروف السيرة النبوية والسنة النبوية الصحيحة أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على 13 ركعة أو 13 ركعة في رمضان وغيره، هكذا في حديث عائشة، كان يصلي 4 ثم يصلي 4 ثم يصلي 3. قالت فلا تسل، عائشة تصفه، هي زوجه التي ترعى في البيت رضي الله عنه، فلا تسل عن حسنهن وطولهن وخشوعهن. يعني كان يدخل عليه الصلاة والسلام لينتقل من الثرى إلى ما فوق الثريا. عليك بذكر الله الحديث الصحيح وتلاوة القرآن، وتلاوة القرآن فإنه ذكرك في الأرض وروحك في السماء. لو قدر الله لعبد أن يصلي ركعتين اثنتين، صحيح الزيادة في الخير خير، لكن أن يحقق عمقا ولو في ركعتين بالإخلاص، وما أدراك ما الإخلاص، قل هو الله أحد، وبالمعوذتين أو بإحداهما فقط، إذا حقق هذا وأكرمه الله بتلقي كلماتها سيكون أمره شيء آخر مع الله وعند الله وبالله جل وعلا، ويشعر آنئذ بعظمة القرآن وتنفتح له أبواب القرآن فيدرك ما كلمات الله. يصبح الأمر لديه كأمواج، ما عندي غير هذا التشبيه، لأنه يعني صعب جدا، يعني أن الداعي أن الإنسان يدخل في بحر كلمات الله، وهي التي لو جعل لها بحر ومده 7 أبحر مدادا تكتب به ما نفذت كلمة الله وتنفذ البحار جميعا. أمثل بمثل، كشخص يقف أمام البحر الهائج المتلاطم الأمواج، يضخ البحر صدره بهذه الأمواج فيجد للموج قوة على صدره، فيدرك كم هو عميق هذا البحر وكم هو عظيم هذا البحر. فرق كبير بين من تضرب الأمواج صدره وبين من يتفرج على البحر من جبل عال لا يصل ماؤه جسمه. كذلك تالي القرآن حق تلاوته والناظر إليه من بعيد، وإنما يتلوه بلسانه. نختم كلامنا هذا بالدعاء لنا جميعا أن يجعلنا الله جل وعلا ممن يتلو القرآن حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن تلقوا كلماتك كما تلقاها الأنبياء والصالحون والصديقون يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، واجعلنا لك برحمتك من الشاكرين، وانصر اللهم ملك البلاد أمير المؤمنين محمد السادس، اللهم انصره ولا تنصر عليه، واحفظ اللهم من خلفه ومن بين يديه، وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن، أنبته نباتا حسنا واجعله من الصالحين المصلحين يا ربنا، واجعلنا لك من الشاكرين، وثبتنا اللهم جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أكرمنا بمصادفة ليلة القدر رحمة منك ومنا، اللهم أكرمنا بمصادقة ليلة القدر فضلا منك ومنا، ولا تجعلنا من الخائبين ولا تجعلنا من الخاسرين، ارحم اللهم ضعفنا، نحن ضعفاء فقراء إليك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فتقبلنا في الصالحين مع عبادك المحظوظين المرحومين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.